الوجهة أقصى الجنوب الجزائري، تحديدا ولاية جانت بمنطقة تصيلين أزجر. الموعد المهرجان الثقافي العريق السبيبة، الذي يعد مناسبة لإبراز ثراء وتنوع المنطقة. السبيبة تقليد تراثي محلي عريق تحتشد فيه قبائل التوارق قادمة من كل صوب وحدب، احتفالا بالمناسبة الدينية عاشوراء المصادفة للعاشر من محرم في التقويم الهجري. تنافس أدبي وتنافس جمالي وتنافس يعني اقتصادي ما بين القصرين، كانت مقيمة منذ عهود قديمة ومحتفظ بها في هذه المدينة، وتعتبر يعني الرقصة الوحيدة التي تنجز بأجساد واقفة لدى مجتمع التوارق، والتي يحسب لها لمدة عام، إذ تعتبر سبيبة هي ما يقابل شهر محرم بالنسبة للشهور القمرية لدى توارق أزجر. يحظى مهرجان السبيبة بمكانة خاصة ضمن العادات والتقاليد الراسخة للسكان المحليين، ويعد أيضاً مناسبة للتعريف بالتراث الثقافي اللامادي والمساهمة في تثمينه. بالرغم من أن السبيبة طقس من الطقوس المرتبطة بالعاشر من محرم في التقويم الهجري، غير أن التدريبات والتحضيرات تبدأ مع بداية شهر محرم وتستمر إلى غاية اليوم الكبير عاشوراء. وتكون هذه التحضيرات عبارة على تدريب جسدية وتدريب بلاغية لغوية أدبية، يعني من خلالها تسمع قصائد قديمة وجديدة واستعدادات متعددة من أجل الحضور ليوم التنافس اللي هو يوم عاشوراء. مع بزوغ فجر عاشوراء يتجمع السكان المحليون في الساحات المخصصة للاحتفال. يرتدي المشاركون ملابس خاصة تتكون من عدة قطع على غرار التكميست، والتي تعني أقمصة ذات أكمام عريضة مفتوحة الجانبين نيلية اللون ناصعة المظهر. أما النسوة فيتزين ليظهرن بأبهى صورة تليق بمكانة السبيبة. بالنسبة للملابس المستعملة لدى الإنسان الترقي دائما تبقى ما بين البياض والسواد والنيلة اللي هو يمثلها إلى الشام وتكمسين. عندنا كذلك بالنسبة للصياغة عندنا الفضة، هذه هي الوسائل اللي كانت تستعمل. يبقى الألوان عندنا الأبيض والأسود، وهناك الحمرة اللي هي أضيفت لهذا الأمر، هذا بالإضافة إلى تعدد الألوان الملحوظ على راقص تكمبوت اللي هو يمتلك هذه الألوان. من أجل إبقاء هذا الإرث شامخا ومرفوعا بكل ميزاته، يستقطب مهرجان السبيبة الثقافي جنسيات مختلفة من أنحاء العالم، خاصة بعد إدراجه ضمن قائمة التراث اللامادي العالمي لليونسكو سنة 2014.